للحب واعطي الحب. انا عايز الحقيقه في القطعه دي عندي نصيحتين، نصيحه للاباء ونصيحه للشباب خاصه بالحب. اما النصيحه للاباء، تعاملوا مع اولادكم بحب قوي. الشباب عايز اللي يحبه، عايز اللي يطبطب عليه، عايز اللي يحتضنه. والحقيقه علشان اكون يعني، انا في قصه بتاثر بيها قوي بتحكي لي. عندنا مؤسسة في انجلترا اسمها رايت ستارت، لعلكم سمعتوا عنها، بتشتغل معانا واحدة اسمها نيلم. نيلم مسلمة بريطانية باكستانية اصلا، ونيلم شغالة في قسم عندنا في رايت ستارت، مساعدة السيدات الامهات المسلمات اللي موجودة في بريطانيا اللي ولادهم بيشربوا مخدرات او بيعملوا جرائم، او الامهات دول بيبقوا بيتعذبوا قوي وبيعانوا يعني معاناة شديدة. فاحنا عاملين قسم للرعاية بيهم مسؤولة عنه نيلم دي. بتحكي لي نيلم وهي متخصصة يعني دارسة في الجامعة موضوع العلاقات الاجتماعية والتعاملات والكلام ده. فنيلم بتحكي لي، بتقول لي كان في ام باكستانية استعانت بيها مسلمة عايشة في بريطانيا، بتقول لها ابني بيشرب مخدرات وانا هطرده من البيت، لازم يطرد، لان عنده اخين تانيين اصغر منه هيفسدهم هيضيعهم والبيت هينهار، فانا عشان احافظ على الاثنين انا هطرده. فبتسال نيلم بتقول لها مش صح اللي انا بعمله ولا غلط؟ فنيلم ردت عليها وقالت لها انت اخر مره قلتي لابنك انا بحبك امتى؟ قالت لها بحبه ايه؟ ده عايز يضرب بالجزمه، تقولي لي بحبه فين بحبه؟ قالت لها اخر مره قلتي له بحبك امتى؟ فالست قالت لها مش فاكره. قالت لها مش فاكره قلتي لابنك وانت ام؟ قالت لها مش فاكره. قالت لها روحي النهارده قولي لابنك انا بحبك. قالت لها مش هقدر اقولها، تخيلوا مش هقدر اقول له انا بحبك. قلت لها ممكن تروحي وتجربي، خدي نيه كده وروحي قولي لابنك جربي بس. فالست بتحكي لنيلم بعد كده ان هي خدت راحت، قعدوا على الغدا على ترابيزه السفره، قعدت تبص للولد مش قادره تقول له انا بحبك. وهو الولد طبعا تخيله 18 او 19 سنه وبيشرب مخدرات وهو كده فبيقول لها انت بتبصي لي كده ليه؟ عماله تبص له مش قادره تقول، بيقول لها انت بتبصي لي كده ليه؟ فجمعت نيتها وجمدت قلبها كده وبصت له وقالت له انت لازم تعرف ان انا بحبك عشان انت حته مني، بحبك من غير شروط عشان انت حته، بحبك انت ابني. بتقول الولد عيط وقام قايم وحضنها، اتحول بكلمة سحرية بحبك، حضنها وقعد يعيط. هي بتقول هو ما سابش المخدرات، لكن دي كانت أول مرة يوافق إنه يبدأ العلاج. شفتوا الكلمة السحرية دي؟ يا آباء يا أمهات، طبطبوا على أولادكم بالذات بناتكم، عاملوهم بحب، عاملوهم بعاطفة، عاملوهم بود. دي الخاطرة الأولى أو دي الفكرة الأولى اللي بقولها للآباء. الفكرة الثانية عن الحب للشباب، يا شباب ويا بنات، بالذات يا بنات، اوعي وانت غير قادرة على الجواز تروح العاطفة بتاعتك في سكة صحوبية وانت لسه 17 و16 و18 سنة، هتخسري كتير والله، هتخسري قلبك وهتتكسري. والولد بعد كده بيعرف يغير حياته ويتنقل، رغم انه فيهم بيتعب برضه، لكن انت هتتكسري اكتر وهتتوجعي اكتر وهتتألمي اكتر. بلاش الصحوبيه يا بنات، بلاش الصحوبيه يا شباب. طب وانت عمال تكلمنا طول الحلقه على الحب، اودي الحب ده فين؟ ودي الحب، طلع العاطفه بتاعه الحب، طلعي العاطفه بتاعه الحب في حاجات اخرى خيريه، اطفال ايتام، مساكين، قرى فقيرة، طلعي في العمل الخيري، كوني مريمية. فاكرين لما كنا بنقول زمان في قصص القرآن الجزء الأول على السيدة مريم كوني مريمية؟ يعني إيه كوني مريمية؟ السيدة مريم فتاة كلها عاطفة، طلعت العاطفة بتاعتها فين؟ طلعت العاطفة بتاعتها في العمل الخيري، خدمة بيت المقدس، وطلعت العاطفة بتاعتها في العبادة، حب الله. ممكن يا بنات أنت عندك وحدات حب زيادة، يعني إذا قلنا إن كل كائن من الكائنات أو كل إنسان في مرحلة سنية عنده صفة مميزة، يعني الأطفال الصفة المميزة الضحك واللعب والمرح، دي الصفة بتاعتهم، والرجالة الكبار في السن الوقار والفكر طب البنات من سن 15 16 ل 22 إيه الصفة المميزة؟ كتلة عاطفة.
يعني لو انا العاطفه عندي 10 وحدات 10 يونت ومش عارف عند مين 15 يونت، عند البنات في السن ده 100 وحده، ال 100 وحده دي محتاجه تطلعهم حب، هتطلعهم فين؟ بلاش في الصحوبيه، هتتعبي، ارجوكي ما تعمليش كده. امال اطلعهم فين؟ طلعيهم في سكك اخرى. سكك اخرى زي ايه؟ طلعيهم في عمل خيري. ادخلي معانا النهارده، وادخل معانا النهارده، طلع عاطفه الحب في حب رسول الله. ادخل على اهو حاجه عمليه، تيجوا نحول الكلام ده لكلام عملي فوري لكل الشباب. طلع عاطفه الحب بتاعتك طول رمضان في حب رسول الله. ادخل على عمري خالد دوت نت، ادخل على حته اسمها على خطى الحبيب، بلوك على عمري خالد دوت نت، هتلاقي ورش عمل كتيره قوي 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 موجوده على الموقع. ورش العمل دي عباره عن بنحط لكم مقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سيره النبي، ماشيين بالترتيب كل يوم كل يوم كل يوم بنحط مقطع ونقول لكم يلا ادخلوا قسموا نفسكم في ورش العمل، طلعوا الاف الافكار والخواطر والقصص والاشياء الجميله في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نعمل اكبر موقع موسوعي معاصر سهل نوريه ونترجمه للعالم كله في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجوا نطلع عاطفتنا في رمضان، عاطفة الحب في موقع على خطى الحبيب اللي على عمري خالد دوت نت. تيجوا نعمل الحكاية دي وانا معاكم طول الليل، تيجوا ننوي النية دي ان انا هطلع عاطفتي في رمضان في حبك يا رسول الله، وتقابليه تقولي له يا رسول الله انا كان عندي 100 وحدة حب طلعتها في حبك. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الفكرة دي؟ عاطفة الحب اللي جوايا مش هوديها في حرام ولا هوديها غلط، وهحافظ عليها وهي تعباني لانها كتير. طب هعمل فيها ايه؟ لازم يتفتح لها مجرى تتصرف فيها، لانها لو ما اتفتح لهاش قناة تطلع فيها هتعب زيادة وهكتئب. رحلة للسعادة، ابذل الحب. طب اطلع الحب ازاي؟